إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الله عز وجل خلق الخلق وأمرهم بطاعته وفرض عليهم واجبات وشرائع لبلوغ مرضاته، ومن أعظم الواجبات قدرا وأرفعها ذكرا الصلاة التي هي عمود الدين وأسه المتين، تشتمل على أركان وواجبات وقيام وخفض ورفع ومستحبات، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وأمر المسلمين بمتابعته، ونهى عن أخلاق تخل بتمامها وأركانها، ونهى عن أفعال تخل بتمامها وأركانها، وحذر من أعمال تذهب بجمالها وخشوعها. ومما نهى عنه عليه الصلاة والسلام أفعال فيها مشابهة لأفعال بعض الحيوانات، وذلك أن هدي وفطرة المصلي بلها المسلم مخالف لفطرتها. فكما أن الشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بالكفار، جاءت بالنهي عن التشبه بالكفار والشياطين، وعن مشابهة الرجال بالنساء والنساء بالرجال، بل عن مشابهة كل ناقص، جاءت أيضا بالنهي عن التشبه بالحيوان في أفعال مخصوصة في الصلاة يقع في كثير منها الجهال الذين هم بعيدون عن الاقتداء بسيد الخلق وإمام المصلين الذي أمرنا بالتشبه به في الصلاة، إذ قال فيما رواه البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان الأليق والواجب على المسلم المتابع لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يحذو حذوه في أفعال أعظم شعيرة من شعائر المسلمين، إلا أن الجهل بسنته صيّر كثيرا من الناس لا يتشبهون به في صلاته، بل تشبهوا بما نهوا عن التشبه بهم من الحيوانات والبهائم. والتشبه بالشيء، عباد الله، التشبه بالشيء يقتضي من الحمد والذم بحسب الشبه، فمن تشبه بخير الخلق حمد، ومن تشبه بغيره ممن أمرنا بمفارقته وعدم مشابهته ذم وعوتب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وذلك لأن الله خلق كل نوع من الحيوان وجعل صلاحه وكماله في أمر مشترك بينه وبين غيره وبين أمر مختص به، فأما الأمور المشتركة فليست من خصائص أحد النوعين، ولهذا لم يكن من مواقع النهي، وإنما مواقع النهي الأمور المختصة. فإذا كانت الأمور التي هي من خصائص النساء
ليس للرجال التشبه بهن فيها، والأمور التي هي من خصائص الرجال ليس للنساء التشبه بهم فيها. فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدمي التشبه بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى. ثم قال: فالله تعالى قد جعل الإنسان مخالفا بالحقيقة للحيوان، وجعل كماله وصلاحه في الأمور التي تناسبه، وهي جميعها لا يماثل فيها الحيوان. فإذا تعمد مماثلة الحيوان وتغيير خلق الله فقد دخل في فساد الفطرة والشرعة، وذلك محرم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره العلماء من مفارقة الآدمي للحيوان وعدم التشبه به عام في أوقاته كلها وأفعاله كلها، فكيف التشبه به في أعظم عبادة أوجبها الله تعالى على عباده وألزمهم بمتابعة سيد خلقه؟ فالمفارقة وعدم التشبه في مثل هذا آكد وأوجب، ولا يتم ذلك عباد الله إلا إذا عرف المكلف الأفعال والصفات والهيئات التي ورد النهي عن فعلها في الصلاة تشبها بأفعال وصفات الحيوانات. فمن ذلك عباد الله النهي عن النقر كنقرة الديك أو الغراب. روى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. فتضمن هذا الحديث عباد الله ثلاثة منهيات: المنهي الأول النقر في الصلاة كنقر الديك، وهو ما يفعله كثير من العوام وكبار السن إلا من رحم الله، من عدم الاطمئنان في الرفع والخفض والسجود والركوع، فتراه ينقر صلاته كما ينقر الديك الأرض بحثا عن الحب والطعام، فيخفض ويرفع مسرعا في ذلك. وسبب ذلك الجهل والاهتمام بشواغل الدنيا عن أمور الآخرة والوقوف بين يدي الله. فإذا قام إلى الصلاة نقرها نقر الديك، فلا يتم ركوعها ولا سجودها وهو يحسب أنه صلى وأتم صلاته. وقد جاء ما يفسر ذلك في حديث آخر، وأنه من عمل المنافقين لا من عمل عباد الله الخاشعين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ يدع العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، أو قال على قرني الشيطان، قام فنقرها نقرات الديك لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وعن أبي صالح عن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، عن أبي عبد الله الأشعري رحمه الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس إلى في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده، فقال: أترون هذا؟ من مات على هذا مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين فما تغنيان عنه. فأسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار، أتم الركوع والسجود. قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم، كل هؤلاء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم.
ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينقر الصلاة نقر الديك ولا يتم ركوعها وسجودها باللص والسارق، وجعل لص الصلاة وسارقها شرا من لص الأموال وآخذها. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فصرح بأنه أسوأ حالا من سارق الأموال، ولا ريب أن لص الدين شر من لص الدنيا. وفي الموطأ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما للمطففين. فإذا توعد الله سبحانه بالويل للمطففين في الميزان والأموال، فما الظن بالمطففين في الصلاة؟ فحري بالمسلم أن يكون ذا وقار وسكينة وطمأنينة في صلاته، ليسلم من الوعيد الشديد وتسلم له صلاته التي إذا صلحت صلح سائر عمله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، من الأمور المنهي عنها في الصلاة في الحديث المتقدم وهو الثاني: الإقعاء كإقعاء الكلب أو القرد كما جاء في بعض الروايات. والإقعاء نوعان، أحدهما مشروع والآخر ممنوع، منهي عنه. فالمنهي عنه جلوس الإنسان على إليتيه أي مؤخرته ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع. وأما الإقعاء المحمود فليس فيه تشبه بالكلب أو السبع، أن يضع إليتيه على عقبيه أي مؤخر رجليه وركبتيه على الأرض، لما روى مسلم في صحيحه عن طاووس رحمه الله قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. المنهي الثالث: الالتفات كالتفات الثعلب. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الملتفت في صلاته بالثعلب، لأن الثعلب يكثر الالتفات، إذ هو في يقين دائم أنه مطرود مطلوب. فإذا التفت العبد في صلاته نقص خشوعه بقدر التفاته، والواجب عليه الإقبال على الله بقلبه وجسده، وألا يلتفت إلى غيره ما دام في صلاته. والالتفات إنما هو خطفة يخطفها الشيطان من صلاة العبد. إذا ترك الإقبال على الله والتفت إلى غيره، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، ثم قال: وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الحديث. وقد ورد ترهيب شديد ووعيد أليم، عباد الله، في من يرفع بصره إلى السماء في الصلاة ولا يقبل على الله، وهو من الالتفات المنهي عنه في الأحاديث المتقدمة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. ومن الأمور التي يتشبه بها بعض المصلين الجاهلين ببعض الحيوانات أيضا في الصلاة الافتراش كافتراش السبع أو الكلب، وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض إذا سجد، كما يفترش الذئب والكلب ذراعيه ويبسطهما. وقد ورد في النهي عن ذلك أحاديث، منها ما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. والاعتدال في السجود عباد الله أن يضع يديه وهما الكفان على الأرض كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفترش ذراعيه بل يرفعهما شيئا عن الأرض. ومن الأمور المنهي عنها في الصلاة أيضا البروك كبروك البعير عند الهوي إلى السجود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ومعنى الحديث لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه، وليبدأ ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه ثم يضع ركبتيه، فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير. وفي المسألة تفصيل عند أصحاب الفقه والحديث. وآخر المنهيات عباد الله رفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل. وقد ورد النهي في السنة عن رفع الأيدي إشارة إلى السلام من الجانبين، فيسلم المصلي بقوله ولسانه دون يديه. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس هي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها. والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه ست خصال عباد الله نهي المصلي عن التشبه بها ببعض الحيوانات، فجدير بمن أراد الخير لنفسه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في صلاته وسائر تصرفاته أن يجتهد في تعلم سنته ومعرفة هديه، وأن يعرف قدر هذه الصلاة ويعظمها بالحرص على إتمامها والإتيان بها كما صلاها أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، ونسأله سبحانه أن يغفر لنا خطايانا. اللهم اغفر لنا واعف عنا وعافنا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا، اللهم إننا نستغفر.